اليوم راح اعطي فلوس لكل شخص يتابع المقطع للنهايه وكل اعلان يطلع له تابعه للنهايه. فابغاك الحين تسجل الشاشه، تسوي سكرين ريكورد وتصور كامله، تتابع الاعلانات كامله، ما تسوي سكيب ولا اعلان، وترسل لي هذا انستغرام. يمديك تاخذ الفلوس كلها حقت المقطع او تتبرع فيها، فكل ما تابعت كل ما سويت اشياء اكثر كل ما اخذت فلوس. فيب انا راح اوقف كذا، يمدينا نستنى لين 8 دقائق عشان ناخذ فلوس. فيب انت سجل مقطع وتابع كل الاعلانات، وراح احط اعلانات قد ما اقدر في هذا المقطع عشان نجيب فلوس اكثر واعطيكم فلوس انتو عشان تصيروا اغنياء. انا ابغى اخليكم اغنياء، فاللي عليكم انتو تتابعوا الاعلانات كامله وعشان تزيد ارباح، وراح اعطيكم كل ارباح هذا المقطع لكم، ونستنى لين ما يصير 8 دقائق. 8 دقائق هذه يا شباب انا ما راح اتحرك من هنا، فابغاكم تستغفروا، تصلوا على النبي، و امنيكم تنظرون فيني. طيب 8 دقائق الحين قاعد تطلع لكم اعلانات كثيره، لازم تتابعها كامله، تسوي سكرين ريكورد، تابع المقطع كامل، تابع الاعلانات كامله، وارسل لي لما تخلص المقطع ارسل لي على الانستغرام عشان تاخذ فلوس. هذا المقطع راح اوزع فلوسه اول ما يتعدى 3 شهور 4 شهور راح تجيكم الفلوس باذن الله. او سنه، فيمديكم تتبرع بالفلوس هذه. ارسل لي المقطع وراح اتابعه كامل واشوف كم اعلان شفت ونتبرع فيه او نعطيك اياه زي ما تبغى. فيا حط اذا ما حطيت لايك حط، اذا ما حطيت اشتراك حط. حساباتي تحت بالانستغرام عشان ترسل لي اياه. اسمه ريان شديد. يا والله 8 دقائق هاي شكلها حتكون اطول 8 دقائق بحياتي. اذا كنت حاط حق الادسنس، مو الادسنس اللي يشيل مانع الاعلانات، شيله عشان تطلع لك الاعلانات، شيل كل شيء يمنع الاعلانات وتتابعهم للنهايه عشان تاخذ فلوس. انا مو مستفيد ولا شيء من هذا المقطع، انا حاب استفيدكم واعتبروها هديه شباب عشان انكم تحطوا لايكات. كفو عليكم. ما احلى الطبيعه. يب كيف الحال يا شباب؟ انا ممنوع اتحرك، ها بس علي اوقف واستنى 8 دقائق بس. هذا المقطع فكرته غريبه بس قلت اجرب، ايش حخسر؟ انت اللي عليك بس تخيل، انت بس تتابع مقطع مده 8 دقائق وتتابع الاعلانات وتسوي سكرين ريكورد وترسل لي اياها انستغرام تحت بالبايو ريان شديد، ترسل لي المقطع راح اسجل وعشان يكون لك فلوس. اللي اذا ما تبغى فلوس هذا شيء راجع لك، مين ما يبغى فلوس؟ او اقدر اتصدق بالفلوس حقتك، انت اللي تبغى مسوي. طيب فبتشوف العالم يمر من ورايا والدنيا رائعه وانا ما اقدر اتحرك الا بعد ما يمر 8 دقائق، فيمكن اندعس ما ادري. اوكي استغفر الله يا شباب، خلينا نسبح ونستغفر ربي ونصلي على النبي ونجمع حسنات، بدل ما نجمع حسنات وتجمع فلوس وانت قاعد حاط راس على راس. يا سلام، راسك على راسك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا شباب. يلا صلوا على النبي، كثروا الصلاه واستغفروا، اللي ما صلى يروح يصلي. ان شاء الله الله يرزقكم الفردوس الاعلى، والله يوفقكم وتحقق كل امانيكم طموحاتكم يا شباب. قاعدين نستنى 8 دقائق، انت قاعد يطلع لك اعلانات، انا اذا مو طالع لك اعلانات انا شكلي حيطلع شكل مره غبي، فان شاء الله انه قاعد تطلع لك الاعلانات راح احط 700,000 اعلان قد ما اقدر عشان تاخذ فلوس، انا ابغى لك الخير. فشيل زي ما قلت لك، اذا ما طلع لك اعلانات ارجع تابع المقطع، ادخل متصفح خفي، سوي حساب جديد، سوي اي شيء، ولازم تكون مشترك بالقناه حبيبي اكيد، ما يعني مشترك ويب. واكتب بالكومنت اذا تابعت، ولازم ترسل لي المقطع، اول ما ترسل لي المقطع بالانستغرام راح تدخل في السحب ويب. مو سحب قصدي تاخذ الفلوس، انا ما اقدر ما راح اقصقص المقطع، ابغى اجرب اسوي مقطع زي كذا، فيني فضول الصراحه اعرف اول شيء كم الفلوس اللي راح نقدر نطلعها من هذا المقطع، وكم مشاهدات اللي هتجيب، وكم شخص حيشارك انه يتابع المقطع كامل. يمكن في نصكم سحب علي قال هذا كذاب نصاب، بس ما يجي. احنا
هنا قاعدين نستنى 8 دقائق. أول ما نستنى 8 دقائق راح يسكر المقطع. فيوم شباب هاي التجربة غريبة، يمكن نندم يمكن ما نندم. يعني أنا أنت مو خسرانين إلا ثمن، مو خسرانين شيء. يعني أنت قاعد تسبح تستغفر وقاعد تأخذ فلوس، ويمكن تخلي هذه الفلوس تصدق فيها ما تدري. واكتب لي بالكومنت إيش تبغى نكون المقطع الجاي، وسواليف يعني بيننا حركات. تبغى نتصل على شخص؟ لا لا ما نبي، بيني وبينكم هذه بس، ما حد يعرف هذه المقاطع إلا اللي مسوي اشتراك ولايك. ويب هذا أنا قاعد استنى. يعني قل لي إذا ما طلع لك إعلانات، اكتب لي في الكومنت ما طلع لي إعلانات، مع إنه راح يطلع لك إعلانات 100% إذا أنت شايل. إذا أنت شايل منع الإعلانات اللي يمنع الإعلانات، إذا أنت شايله 200% راح يطلع لك إعلانات، لأني راح أحط 700 إعلان بالمقطع هذا عشان تأخذ أنت فلوس. تعب أرسل لي إياها إنستغرام، صور الشاشة، صور مقطع أنت سكرين ريكورد وراح تأخذ. أنا ما أدري كم مر من الوقت بس 8 دقائق. والله يا شباب أنا أحبكم جدا، خليني أصف معاكم والله ولا مرة. أحبكم، شكرا لكم على كل شيء، شكرا على المقاطع، لايكات، اشتراكات، كومنتات، والكومنتات تقول لي عدل هذا وسوي هذا. قاعد أحاول أسوي أشياء مجنونة زي هذا، شيء غريب صراحة جدني فضول، فقلت أبغى أجربه. شباب تلعب كورة، باسكت بول، أنا ما أدري ماني شاري. أيوه فالناس قاعد تقول ايش هذا المجنون اللي واقف زي كذا، بس هذا كله عشان تاخذ فلوس. نعم ترى شكلي ضحك اصلا فدا اي شيء عشانكم. ما ادري كم الوقت وصل، باقي شويه اتوقع والله ما ادري، بس اهم شيء احنا مستنسين وقاعدين نسولف وقاعدين نجمع فلوس. انت تخيل كل ثانيه تتابعها قاعد تزيد انتشار المقطع، وكل اعلان قاعد تتابعه للكامل انه تتابعه كامل راح يزيد فلوس. يعني اذا سويت سكيب راح تنقص فلوس، لازم تتابعه كامل، تتابع المقطع كامل بس ترسلني المقطع على انستغرام. يعني انا ما ادري كم حياخذ منك وقت، بس انه انت مستفيد بالاخير، انا عارف 100% متاكد. وراح توصلك الفلوس لو كنت في الهيمالايا، المريخ، القمر، الموزمبيق، صدقني باذن الله.